مساء الخير وأهلا بكم من جديد. طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن عدد من المسجونين احتياطيا والذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونا. ومن المسجونين احتياطيا رئيسة قسم الترجمة في مكتبة الإسكندرية خلود سعيد، والمترجمة مروة عارفة، والمدون محمد إبراهيم أكسجين، والمحامي هيثم محمدين. وتتزامن الدعوة مع عادة استئناف عمل لجنة العفو الرئاسي وإعلان تلقيها طلبات الإفراج. وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف محامي النقد ومدير المجموعة المتحدة للقانون الأستاذ نجاد برعي. أهلا بك معايا أستاذ نجاد، وخليني أبدأ من تدوينة حضرتك كتبتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيها خطوتين الحقيقة لإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي في مصر، وقلنا إن احنا يا ريت حد يقدمهم للنائب العام. لو ممكن في البداية تشرح للسادة المشاهدين الخطوتين، وهل في مانع قانوني لتنفيذهم أيضا أستاذ نجاد؟ مساء الخير عليكي. مساء الخير، بصي، انا هقول لك حاجه. اتفضل. الازمه في الحبس الاحتياطي بسيطه جدا جدا جدا. اساسا اولا قانون الاجراءات الجنائيه بيقول انه اذا تجاوزت التحقيق مده 3 اشهر، يعني لو زاد التحقيق عن 3 اشهر، يتعين على النيابه العامه انها تعرض الامر على النائب العام لاتخاذ ما يراه لانهاء التحقيق في اقرب وقت ممكن. فاحنا عندنا ناس التحقيق معاهم مستمر، او يعني القضايا مفتوحه وهم محبوسين احتياطيا على ذمتها بقى لهم 12 و14 و24 12 شهر و24 شهر، وبعضهم بعد ما خلص 24 شهر اتدوروا على قضايا جديده، يعني اعيد اتهموا في قضايا ثانيه قعدوا فيها برضه 12 شهر. فبالتالي المعني بقصه الحبس الاحتياطي هو النائب العام. النائب العام لابد انه يشكل لجنه من محامي العموم مساعدي النائب العام يبصوا على هذه القضايا، الناس اللي تجاوزوا 12 شهر على الاقل، لان مفيش تحقيق يقعد اكتر من 12 شهر، 12 شهر يا اما تفرج عن المتهم يا توديه محكمه. الناس اللي بقى لهم 12 شهر او واكثر على الاقل يفرج عنهم ولو بتدابير. دي اول حاجه. يعني وده هيبقى اعداد كبيره جدا من الناس. الخطوه الثانيه انه يبص على القضايا اللي هي بقى القضايا اللي بقى لها اكثر من 24 شهر لم يجري إحالة متهمين فيها، يصدر فيها قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة لعدم كفاية الأدلة. وبالتالي يطلق سراح كل الناس دي. لو في المستقبل طلعت أدلة جديدة يعيد التحقيق. فالقصة كلها بسيطة جدا ومنظمة بمعرفة قانون الإجراءات الجنائية، وكل ما نطالب به هو إعمال نص القانون، حتى مش هو نص طب القانون. أستاذ نجاد، دي مسألة سهلة يعني. أستاذ نجاد، حضرتك بالفعل شاركت بجهود مختلفة الحقيقة على مدار الفترات اللي فاتت في مساعدة للإفراج عن العديد من سجناء الرأي. ودلوقتي إحنا يعني في إعادة تشكيل مرة أخرى للجنة العفو الرئاسي، وفي إعادة مرة أخرى لتفعيلها. في رأيك المفروض اللجنة دي تبدأ من فين؟ وإيه التحديات واقعيا اللي بتواجهها؟ اللجنة المفروض تشوف الشغل بتاعها، شغلها مش المحبوسين الاحتياطيين. شغل اللجنة هم الناس اللي صدر عليهم احكام قضائيه فعلا. القانون دي يقول ان من حق رئيس الجمهوريه ان يعفو عن العقوبه او جزء منها اذا شاف ان دون في مصلحه المجتمع، في مصلحه المتهم وكل حاجه. وبالتالي اللجنه دي لابد ان تنصرف الى هؤلاء الذين صدر ضدهم احكام بالفعل، ويقدموا الى الرئيس قائمه بالناس دي وباسباب طلب العفو عنهم، فالرئيس يصدر قرار جمهوريه بالعفو عنهم. في كمان من حق الرئيس ان يصدر قرار بقانون في العفو عن الجرائم، عن مرتكبي انواع من الجرائم. وده بيعرض على البرلمان والبرلمان يقره، يقدروا طبعا يقدموا للرئيس تعديل على هذا الامر بانه بعض الجرائم اللي هي بتدخل ضمن جرائم الراي زي الكتابه على فيسبوك، زي مش عارف ايه الكلام الفارغ دون، يعمل مشروع، يعمل قرار بقانون بالعفو عن المتهمين في هذه الجرائم، صدر ضدهم احكام، يعني اللي صدر ضدهم احكام في هذه الجرائم ويعرض على البرلمان وياخد موافقه البرلمان. طب استاذ انما نجاد، الدوله تشغل، اتفضل.
عن يعني اكيد حضرتك تابعت الجدل الكبير الحقيقه المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي بشان اللجنه، يعني بعض تصريحات من احد اعضاء اللجنه كان بيقول فيها ان البعض بيستغل ملف حقوق الانسان في الخارج في اوروبا وامريكا، والبعض سمع التصريحات دي وقراها على انها تخوين، وفي الجانب الاخر في بعض من النشطاء والاسر ايضا للمحبوسين شايفين ان اللجنه حتى الان لم تقدم يعني اليات او محددات واضحه للخطه القادمه. حضرتك برضو كمتابع للأحداث قرأت الجدل ده إزاي؟ يعني اول حاجه لجنه ما تلحقش، لجنه بقى لها 3 4 ايام، وبالتالي يعني تقدم محددات وتقدم بتاع، ده يعني امر يعني يفوق طاقه البشر. يعني اللجنه دي اتشكلت ودخلنا على اجازه العيد، فهتقدم محددات امتى؟ ده تلاقيهم ما قابلوش بعض غير مره ولا بتاع. نعم. ده جزء. الجزء الثاني بقى بتاع التخوين، انا طبعا ضد هذا الكلام. لا يجوز لعضو اللجنه انه يقول مثل هذا الكلام، لانه ده معناه انه بيسقط حياده. اللجنه دي معموله علشان تدي توصيات للرئيس فيما يتعلق بالناس اللي يظهر لهم عفو رئاسي، وبالتالي ملوش دعوه بقى هو بقى بره بيستغله جوه بيستغله، هو يعمل شغله ويقدم فيما يتعلق بما هم الناس اللي ترى اللجنه ان الرئيس يصدر قرار جمهوري بالعفو عنه. نعم. اكتر من كده احنا داخلين في كلام فارغ، وبنستنزف بوجودنا وبنستنزف بوجود الناس في كلام مش ماشي. نعم. بنشكرك، كنت معنا من القاهرة المحامي بالنقد ومدير المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي.